أبدأ بهذا الانفراد. معايا تقرير لثوان معدودة أنفرد به في برنامج كرة بلدنا. كرة بلدنا يكشف كواليس وجهة مؤمن زكريا القادمة. حصل كرة بلدنا على مجموعة من المعلومات الخاصة اجتهدنا فيها كثيرا، ونستطيع أن نؤكد لكم أن مؤمن زكريا في طريقه إلى الصين. والقصة بدأت عن طريق أحمد يحيى وكيل اللاعب مؤمن زكريا، حيث عرف اللاعب مؤمن زكريا على المحترم وكيل اللاعبين حسام عبد الله. حسام عبد الله اجتهد وهو صاحب سيرة حسنة وسيرة ذاتية جيدة مع الأندية الخليجية، وهو يعمل في الدوري المصري أغلب شغله مع الكابتن علاء عبد العال ونادي الداخلية. بعد اتصالات قام بها حسام عبد الله نجح في إحضار عرض مهم جدا للكابتن مؤمن زكريا في الصين، ومش هقول اسم النادي، ولكن العرض مغري ويصل إلى ما يزيد عن 750 أو بالتحديد 750 ألف دولار في السنة. وهذا النادي هو في الترتيب قبل الأخير في الدوري الصيني. حصريا لكورة بلدنا بعد ساعات سيعلن النادي الصيني أن وفدا سيزور القاهرة في 15 من شهر 11 القادم، وبعد انتهاء البطولة الإفريقية. وكمان أكدوا وسيرسلوا ذلك خلال ساعات إلى مصر بأنهم قاموا بحجز تذاكرهم عن طريق أحد الشركات المملوكة لمصر للطيران. وهذا انفراد لكورة بلدنا، مؤمن زكريا في الطريق إلى الصين، ولا صحة بالمرة بأنه ينتوي التجديد للنادي الأهلي. هذا ما لدينا من معلومات، وأن كل القصة الآن في المفاوضات تكمن في أن مؤمن زكريا يريد الحصول على 5 مليون جنيه مستحقاته القديمة لدى القلعة الحمراء. عموما في هذا التقرير رصدنا لكم هذا الانفراد.